أسعد الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين. الرياح خفيفة إلى معتدلة تنشط بين الحين والآخر، جنوبية شرقية. الكوس راح يستمر ويانا لين منتصف نهار يوم الغد، باكر بإذن الله راح يقلب الهواء إلى شمال غربي، وأيضا راح يكون نشط بين الحين والآخر. في فرص لأمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، قد تكون رعدية اليوم وأيضا يوم الغد، وراح تتراجع تدريجيا مساء يوم الغد. أيضا ارتفاع نسب الرطوبة راح يتسبب في تراجع الرؤية الأفقية، وحاليا الرؤية الأفقية متراجعة في بعض المناطق حول 4 و5 كيلومتر. نتعرف على أجواءنا أكثر، عبور السحب راح يستمر ويانا اليوم ويوم الغد. أيضا أجواءنا غائمة جزئيا إلى غائمة في بعض المناطق، عبور السحب مستمر والهواء كوس. سرعة الرياح حاليا 13 كيلومتر في الساعة، كحد أقصى تصل 40 و45 كيلومتر في الساعة. في يوم الغد درجة الحرارة حاليا 20 درجة مئوية، الرطوبة النسبية مرتفعة 90%، وأعلى من ذلك في الجزر وعلى بعض المناطق الساحلية. الرؤية الأفقية متراجعة حول 4 كيلومتر. أتمنى منكم أخذ الحيطة والحذر، فرص تراجع الرؤية الأفقية مع ارتفاع نسب الرطوبة راح يكون موجود ويانا اليوم وأيضا خلال الأيام القادمة. عبور السحب راح يستمر اليوم مباشر ولعدة أيام، حتى لو تراجعت راح ترجع فرص السحب وتشكلها مجددا. امتداد تأثير مرتفع جوي موجود ويانا اليوم، وأيضا من المتوقع أنه يستمر حتى يوم الغد. الهواء الكوس مستمر ويانا، ونشاطه بين الحين والآخر راح يكون أيضا موجود، والبحر ما ننصح فيه لا اليوم ولا باكر، من 2 إلى 6 قدم ارتفاع الأمواج. درجات الحرارة تتراوح ما بين 14 إلى 17 درجة مئوية في أغلب المناطق مع عبور السحب، وفرص لأمطار خفيفة متفرقة قد تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق حتى ساعات الصباح راح تكون موجودة ويانا، والرياح راح تكون جنوبية إلى جنوبية شرقية، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 17 إلى 20 درجة مئوية في أغلب المناطق باستثناء المناطق طبعا الساحلية والجزر، اللي متوقع أن تتراوح فيها درجات الحرارة ما بين 21 إلى 24 و25 درجة مئوية منتصف نهار يوم الغد. أجواءنا معتدلة تميل إلى الدفء قليلا، درجات الحرارة تتراوح ما بين 23 إلى 26 درجة مئوية، وقد تصل إلى 28 درجة مئوية في مدينة الكويت، مع رياح جنوبية شرقية تدريجيا تتحول إلى شمالية غربية، وسرعة الرياح راح تكون نشطة بين الحين والآخر، تتراوح سرعتها ما بين 15 إلى 45 كيلومتر في الساعة، والبحر راح يصير ارتفاع الأمواج فيه إلى 6 و7 قدم أحيانا، لذلك ما ننصحكم في البحر يوم الغد. تدريجيا يقلب الهواء إلى شمالي غربي مساء يوم الغد، بإذن الله تتراجع تدريجيا فرص الأمطار حتى نهاية اليوم. فرص الأمطار راح تكون خفيفة ومتفرقة، أمطار عادية جدا على بعض المناطق، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 16 إلى 18 درجة مئوية في أغلب المناطق بإذن الله، باستثناء طبعا الجزر شوي راح تكون درجة الحرارة فيها تتراوح ما بين 19 إلى 20 درجة مئوية. البحر أيضا راح يكون في نشاط بين الحين والآخر، فمن أجل سلامتكم أجلوا أي نشاط بحري. فترة هذه من فترات الحمل، المد الأول بإذن الله راح يكون الساعة 12 دقيقة الظهر، والمد الثاني الساعة 11 و37 دقيقة مساء، والجزر الأول الساعة 5 و35 دقيقة صباحا، والجزر الثاني الساعة 5 و29 دقيقة مساء. المواقيت بإذن الله، أذان الفير راح يكون الساعة 5 و4 دقائق، والشروق الساعة 6 و28، والمغرب الساعة 4 و49 دقيقة. أما الطقس المتوقع بإذن الله خلال الأيام الخمسة القادمة، باكر الهواء الكوس راح يكون موجود لكن تدريجيا يقلب إلى شمالي غربي، واعتدال ونشاط بين الحين والآخر. في سرعة الرياح تصل سرعة الرياح إلى 45 كيلومتر في الساعة، فرص الأمطار المتفرقة قد تكون رعدية أحيانا خاصة مع قلبة الهواء الشمال الغربي راح تكون موجودة ويانا. أمطار خير، أمطار عادية جدا، درجة الحرارة 26 درجة مئوية والصغرى 16 درجة مئوية، اعتدال ملحوظ يميل للدفء، لكن بعد ذلك في تراجع في درجات الحرارة متوقع أن يبدأ من يوم الجمعة. اليوم أول أيام المربعانية لكن بدايتها الفعلية بإذن الله، طبعا راح يكون في يوم الجمعة مع قلبة الهواء إلى شمالي غربي، أجواء مشمسة في معظم الوقت، والرياح سرعتها من 10 إلى 24 كيلومتر في الساعة، شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه. البحر راح يكون خفيف إلى معتدل، فاللي بينزل البحر يوم الجمعة راح يكون مناسب، 22 العظمى والصغرى 14 درجة مئوية. الأجواء الباردة راح تكون ملحوظة في المساء وأيضا في الفترات المتأخرة من الليل والفجر، راح تستمر ويانا لعدة أيام. الرياح شرقية إلى متقلبة الاتجاه في يوم السبت، أجواء مشمسة في معظم الوقت مع فرص أيضا لتشكل الضباب الخفيف في المساء. أيضا في يوم الجمعة ويوم السبت 22 العظمى والصغرى 15 درجة مئوية. يوم الأحد أيضا رياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية شرقية، وتبدي السحب بالتزايد تدريجيا ابتداء من يوم الأحد، والرياح خفيفة إلى معتدلة من 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة، وأيضا البحر خفيف إلى معتدل من 2 إلى 3 قدم و4 قدم، 22 العظمى والصغرى 15 درجة مئوية. السحب تكون ملحوظة أكثر في يوم الاثنين في
في فرصة أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، راح نوافيكم معلومات أكثر عنها في نشراتنا القادمة في يوم الأثنين مع رياح شمالية شرقية متقلبة الاتجاه من 10 إلى 25 21 العظمى، في يوم الأثنين والصغرى 15 درجة مئوية. أعزائي المشاهدين، موسم الوسم انتهى، لكن نهاية موسم الوسم لا تعني نهاية تساقط الأمطار. فرص الأمطار الخفيفة المتفرقة موجودة ويانا خلال الأيام القادمة بين الحين والآخر، أول أيام المربعانية اليوم، لكن البداية الفعلية بإذن الله راح تكون ابتداء من يوم الجمعة مع انخفاض متوقع في درجات الحرارة يستمر ويانا لعدة أيام. نشرتنا الجوية تنتهي، ولكن بعد درجات الحرارة للعواصم والمدن حول العالم.